السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج تكلم من مزايا ان انا اقدر اعمل ماركاب، ممكن اعمل علامات من ماركاب، اقدر اعمل علامة على اي لقطة بالشكل دوت، واقدر احتفظ بيه الصورة بحيث اقدر ارجع لها بعد كده. بعد كده اقدر امسح العلامات اللي انا عايز، اقدر اعمل نوتس على اي جزء بحيث ان انا اقدر اكتب المعلومات اللي انا عايزها، ومن هنا اقدر ارجع للبيانات نوتس من هنا. برضو اقدر اعمل مسافات من هنا مثلا لهنا، يقول لي المسافة من هنا لهنا كام، من هنا لهنا. اقدر اخد المسافات زي ما انا عايز، اقيس الحاجات اللي انا عايزها، واقدر اسيف الصور والمقاسات في صورة من ضمن الصور اللي موجودة في شريط الألبوم اللي تحت.